بعد فترة من الغياب عن أي إطلالة غنائية على المسرح أطل النجم اللبناني والكفوري خلال حفله الغنائي أونلاين يلي كانوا الكل ناطرينه تحت شعار مكملين معكم وليكون حفل جديد ضمن حفلات موسم الصيف يلي عم يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة اللايف من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة فيهم للترفيه على جمهور وتعويض عن الحفلات في ظل انتشار الفيروس المستجد من دون دبر فيك مش معقول مكتوب بحبك على طول فقدم وائل كفوري خلال الحفل عدد كبير من اغنياته المميزه منها سالوني بحبك انا كثير لو حبنا غلط وغيرها من الاغاني الشهيره يلي قدمها خلال مشواره الغنائي وعزف على العود ايضا اثناء غنائه اغنيه دق باب البيت للفنان القدير الراحل وديع الصافي احباب قلبي إلى جانب غنائه يلي حقق نسب مشاهدة عالية خلال الحفل كان ملفت تحضير منصة شاهد لتقرير قبل بداية الحفل ظهر من خلاله كفوري بمشاهد بتعود إلى ما قبل 28 سنة والسعادة التقرير نجاحه ببرنامج المواهب الشهير استوديو الفن في دورته بالعامين 1992 و 1993 حيث حاز الميدالية الذهبية مع إشادة أعضاء لجنة التحكيم يلي رح يربح الميدالية الذهبية اليوم وائل كفوري اما خلال المقابله له مع الاعلامي علي العلياني يلي عودنا على مقابله الفنانين مع كل حفل عبر وائل بانه الحياه جميله والانسان يلي بيفكر بشكل صحيح يجب عليه انه ياخذ وقته وما يستعجل اموره وعن تاثير ازمه الفايروس عليه عبر وائل بضحك انه ما اثرت عليه كثير وعدد المرات يلي خرج خلالها من المنزل يمكن عدى على اصابع اليد وانه قضى وقته بممارسه الرياضه بالمنزل وتناول الطعام لذلك زاد وزنه. فيك تقول انه انا من الاشخاص اللي ما كتير تاثرت بكورونا لانه بعتبر روحاتي ومجياتي بينعدوا على الاصابع <applause> ف يعني اسبوع وبيت <applause> واكل شوي وحول علاقته مع زملائه بالفن اكد كفوري انه بحبهم وبيحترمهم كلهم ولكن لا صداقه قويه سوى مع شخصين هن ملحم زين ونوال الزغبة وتابع انه بحب ملحم لانه اخ وصديق وبينشاف الحال فيه وابن بيت وصادق ونوال الزغبي عشره عمر وعلاقتهم مستمره من اكثر من 24 سنه والله يكتر من المحبين ملحم اخ وصديق وفنان كبير وبشوف حالي فيه قد الدنيا وصادق وابن بيت واصيل و... شو بدي اقول لك حبيبي ملحم م. ونوال كمان يعني عشرة عمر سنين مش أوه. من من, سنة وسنتين يعني لنا 24 سنة بنعرف بعضنا وبعد العلاقة مستمرة وإن شاء الله بتضل مستمرة والله يكتر المحبين وردا على سؤال إن كان وائل بيعيد تجربة المشاركة ببرامج المواهب بعد تجربته بأكس فاكتور وعرب آيدول قال كانت تجربة رائعة وكان يقوم فيها بكل حماس وفي حال كان هناك فرصة ليكون له مشاركة بهيك نوع من البرامج فلن يرفضه وأكد كفوري أنه أغاني السنة الماضية اخذت حقها وعم يحدد الأعمال الجديدة بانتظار الوضع الحالي وكيف رح تستقر الاوضاع كرمال يلتقي بالشعراء والملحنين